الكوره دي مالهاش ستيكر صح؟ الستيكر هم بيعملوه ليها شرينج. ليها شرينج؟ ليها شرينج بالكيلو كده. الكيلو صح؟ بالجاب. بكام بقى؟ ديت الكيلو منها ب 70. 70 ودي؟ نفس السعر. اي كيلو من هنا ب 70. اي كيلو من هنا ب 70. العروسه، العروسه دي الكيلو 70 اللي انتوا سألتونا عليها برضه في كتير على القناه. 70. اي حاجه من تبدون من دي ب 70 جنيه برضه. وهنا سلايم الصابون. السلايم 24 واحدة ب 13 جنيه السلايم. الصابون ده 15 جنيه في 24 واحدة. دي الصابون اللي هي اللي بتطلع قطعات كده صح؟ بتطلع في 6 زاد ب 7 جنيه ونص. 7 جنيه ونص في 12؟ ايوه. فين احلى بالكيلو الشغل بقى؟ كام بقى الكيلو ده؟ 55. كام؟ 55. 55 اللي هي اللي بتاعت الشاب دي 60 كيلو. 60 احلى مصاص. تعالى تعالى الكوره دي برضه عامله 70. دي عامله 70؟ دي 22. دي 70. دي 70. في حاجات جاهزه برضك اهي عشان الناس اللي عاوزها. ودي عامله 70. الطياره دي الاشتفاط عامله 65. الطياره عامله 65؟ اه. اللي هي الشفاط التتيفي للشرمو البرنوف ده برضه. الاستيكر ده بيجي من عندكم؟ عند برنز غلول عادي. بيتباع بالكيلو برضك الاستيكر بتاعها؟ وده كام ده؟ 70؟ اه. الشفاط؟ شفاط كريسبي اللي هو بيتعبى فيه الكريسبي والبتاع ب 70 كيلو. كل الكرة الباسط دي عاملة 35. 35؟ 32. 32؟ فيها 12. وفي الطياره دي عامله 25 فيها 48. 45 فيها 48. اه. السهم ده بكام؟ عامل 20 في 5 في 24. في 24 ماشي. السبت اهو. شوف ليه ده برضه. الجزء عامله 33. 33؟ 12. كم العدل ده؟ ده عامل 95. 95 بقى 12؟ ده عامل 45. وريه الترول ده، وريه الترول. الترول ده جديد لسه صح؟ بكام ده؟ كم محمد؟ ده 20. 12. الترول ده ب 20 في 12.